تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. هنتعرف على موعد المباراه القادمه ما بين النادي الاهلي ووادي دجله من حيث التاريخ والتوقيت والملعب والقنوات الناقله. يستقبل النادي الاهلي نظيره وادي دجله، وذلك ضمن منافسات الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز. ويسعى النادي الاهلي لمواصله سلسله الانتصارات والاقتراب اكثر لحسم لقب الدوري المصري. وأمل المدير الفني للنادي الأهلي السويسري ريني فايلر استغلال الدفع المعنوية لدى لاعبيه من أجل حصد 3 نقاط جديدة تضاف لرصيد الفريق الأحمر ليواصل نتائجه وعروضه القوية في المسابقة. ويمتلك النادي الأهلي في جوابته 62 نقطة جعلته في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، حيث لعب 23 مباراة وجمعهم من 20 انتصار وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجل 56 هدف وتلقى شباكه 8 أهداف فقط. في المقابل يدخل فريق وادي دجلة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير، ويريد بأن يستمر في نتائجه الإيجابية أكبر قدر ممكن من النقاط من أجل البقاء في منطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري. وسيقاتل في هذه المباراة لتحقيق مبتغاه. ويغيب عن النادي الأهلي النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة النادي الأهلي التي جمعت بينه وبين نادي المصري البورسعيدي. كما يغيب عن الفريق اللاعب عمرو السولية بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة مصري البورسعيدي. ويلتقي النادي الأهلي مع دجلة يوم 4 سبتمبر 2020 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي. والقنوات الناقلة للمباراة اون تايم سبورت. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي بالفوز وحصد 3 نقاط بإذن الله.